قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. ذكر مالك رحمه الله تحت هذا العنوان قضية واحدة بطريقين وبأسلوب فيه مغايرة، والمغايرة لأحكام تؤخذ منه. أولا أن أسماء بنت عميس وهي زوج الصديق رضي الله تعالى عنه كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى ذي الحليفة نفست أي ولدت محمد بن أبي بكر، وهو بكر عنده عبد الرحمن وهو كبير. وعبد الرحمن لما جاء في غزوة أحد وجاء المشركون وخرج المسلمون كان عبد الرحمن بن أبي بكر في صف المشركين، وخرج يطلب من يبارزه من المسلمين. تروا من الذي بادر للخروج إليه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبق علينا نفسك يا أبا بكر، خلي غيرك يطلع له. انظر يا إخواني هذا التلاحم بين أبي بكر ورسول الله، يقوم ليبارز ولده، ذابت الأبوة وانمحت البنوة، فلا عاطفة في الدم ولكن عاطفة الإسلام، ويمسكه الرسول يقول ابكي علينا نفسك. فولدت بذي الحليفة بمحمد، وبعد ذلك أسلم عبد الرحمن، وهو الذي ذهب بأخته عائشة في التنعيم ليعمرها ليلة سفر رسول الله من مكة إلى المدينة. قال نفست أسماء فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. وهنا وقفة وطويلة ورجعة إلى الوراء. ها هو أبو بكر الصديق، من وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح عليه، ثاني اثنين إذ هما في الغار في هذا الميقات لا يعلم متى ماذا يفعل لزوجته، ولم يعلم حكم هذه الحالة. لنرى مدى فضل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. ولذا العودة إلى الوراء، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، ومتى أراد الحج؟ بعدما أدى الواجب الأعظم في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتطهير الجزيرة كقاعدة انطلاق للإسلام، وحطم الأصنام في مكة وطهر الجزيرة وقضى على دولة الشرك، وأصبح الإسلام في أرجاء الجزيرة من شرقيها إلى غربيها، وانتهى المهمة وأرعب الروم وذهب إلى تبوك وحاصر هناك ورابط 20 يوما وهو على موعد معهم فلم يأتوا، أي إرهاب بعد ذلك، وصالح القبائل وأصبحت جزيرة العرب كلها تنطق بالإسلام، ونبذ عهود المشركين، حينئذ ذهب ليؤدي الحج ليختم أعمال الشريعة بهذا العمل العظيم. فلما أراد الحج آذن في الناس، أي أرسل من يعلمهم بأنه صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد المسلمون، ويقول جابر رضي الله تعالى عنه في أطول حديث يعرض حجة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أورده الإمام مسلم بكامله في صحيحه، كنت أنظر عن يميني فلا يقطعهم النظر، وأنظر عن يساري فلا ينفذهم النظر،
وأنظر أمامي وأنظر خلفي فلا يقطعهم النظر. وكان جابر هو الذي يقود ناقة رسول الله. إذن كان في موقف المنتصف الصر من العالم هؤلاء. وكان عدد من حج مع رسول الله من المدينة مد النظر من الجهات الأربعة، بخلاف من وافاه في الطريق، من وافاه في مكة، إلى غير ذلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم، وكيف خرج؟ إذا نبدأ من المدينة. لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج، قيل في يوم 25 من ذي القعدة، بعدما تهيأ تجرد من لباسه واغتسل ولبد شعره ولبس الإزار والرداء وصلى الظهر هنا 4، وذهب إلى ذي الحليفة وأدركه العصر هناك، فصلى العصر 2، بدأ قصر الصلاة بعد أن غادر بيوت المدينة. ونلفت نظر طلبة العلم ردا على من يقول يقصر في مكانه يفطر في بيته، لا وكلا، وإن استدل بقول أنس أو بغيره، حكم السفر لا يثبت عمليا إلا بعد مغادرة بيوت القرية. وهناك صلى الله عليه وسلم يبيت بذي الحليفة. طيب إيش المدينة وجذي الحليفة؟ 6 أميال، 10 كيلو كما تعلمون، أو 9 كيلو. من الحكمة والرفق بالناس والاستيعاب. وأيضا لما نزل من مكة، لما نزل من منى إلى مكة في آخر أعمال الحج، بات بالمحصن في كل موطن فيه توجيه. حينما يخرج الناس وإلى رحلة طويلة مثل هذه، ألا يدرك كل منا ربما بعدما يسافر ويذهب وينزل يقول والله نسيت كذا، يمكن ينسي كبريت معه، والله نسيت حتى ملح، يمكن جماعة اللي طلعوا قيلوا في البساتين يفوت عليهم أخذ معهم كبريت، يرجع واحد مشوار مسافة طويلة ينسى الملح، ينسى أشياء بسيطة. فحينما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد كله، هل ضمننا وعملنا عملية حصر بأن كل إنسان استوعب كل ما يحتاج؟ قد يبدو له شيء لم يكن إيش يتطلع إليه من قبل فيبيت بذي الحليفة. لو قدر أن إنسان نقص عليه شيء، لو قدر أن إنسان أراد أن يستدرك شيء، تبقى بعيدة ولا قريبة؟ يبقى لا هو سافر خرج ولا هو لسه في إيش في البلد، بين. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، يقول طاف بنسائه، لم يحرم بعد، أي طواف كان لا تتدخل في هذا، طواف وداع توديع، طواف سلام، طواف توجيه، طواف أي شيء، طاف على نسائه وكنا معه. ثم صلى الصبح، وفي صلاته بعد صلاته للصبح لبى أهل بأي شيء، خليها حتى نجي في محلها. نحن الآن في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة ومبيته فين؟ في ذو الحليفة. مما سجل في هذا المبيت تلك الليلة أن أسماء ولد. ماذا تفعل؟ هنا الصديق يرجع لرسوله، ماذا تفعل زوجتي بعد أن نفست؟ ماذا أقول له؟ قال مرها فلتغتسل ولتهل. مرها فإيش؟ تغتسل ولتهل. مالك يعيد هذه القضية مرة أخرى أن أسماء نفست، فأمرها أبو بكر أن تهل. طب ليش يعيد هذا الكرة يا جماعة؟ في فرق ولا لا؟ الأول قال نفست بالبيداء، فسألها أبو بكر فأمره قال مرها فلتغتسل. الرواية الثانية نفست حيث كان بذي الحليفة نفست، يبقى البيداء فين؟ ها؟ بذي الحليفة. إذن البيداء تساوي ذي الحليفة. ذي الحليفة منطقة، البيداء ميدان فسيح، هو بعد ذي الحليفة أو ملاصق لذي الحليفة أو من أعمال ذي الحليفة. إذن يأتي مالك رحمه الله بالأثر مرتين، بلفظ البيداء وبلفظ ذي الحليفة، ليبين أن البيداء بذي الحليفة،
وكما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة. يعني أن البيداء تلي ذي الحليفة مكان واحد، وليس بمانع أن يكون المكان متسع والعدد كثير، وطرف الناس بالبيداء وطرف الناس بإيش؟ بذي الحليفة. وهنا سأل رسول الله فقاله مرها. الأصليون يبحثون هذه اللفظة مرها، هل الأمر موجه إلى أسماء ينقله أبو بكر، أو الأمر موجه إلى أبي بكر ويتحمل عهدته أبو بكر؟ الأمر يصدر إلى أسماء بالاغتسال يكون صادرا من أبي بكر ولا من رسول الله؟ ايش قلتم يا جماعة؟ مرها فلتغتسل. فذهب أبو بكر وقال لها اغتسلي، يبقى الأمر صادر لها بالاغتسال من أبي بكر لما قال اغتسلي، ولا صادر لها من رسول الله بقوله مرها؟ ها؟ ناس بيقولوا أبو بكر وناس بيقولوا رسول الله. هكذا يقول الأصوليون، هل الآمر بالأمر آمر لمن أمر به أم لا؟ أسماء لو لم تغتسل تكون خالفت أمر أبي بكر ولا أمر رسول الله؟ ها؟ أمر أبي بكر؟ ها؟ لا. قول يا أخي رسول الله. أنت نقول لا، خالفت أمر رسول الله. هكذا يختلف الأصوليون. ولذا جاء مالك بالأثر بعد ذلك فأمرها أبو بكر. ما دام أبو بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أمر أبا بكر، أبو بكر إزاء هذا الأمر مأمور إيجابا ولا ندبا؟ مأمور إيجاب. حينما يلقي أبو بكر هذا الأمر على زوجته يكون أمر إيجاب ولا ندب؟ ولهذا التحقيق أن آمر المأمور بالأمر آمر للمأمور به. وعلى هذا تلقت أسماء أمر رسول الله عن طريق أبي بكر، مرها فلتغتسل. ولكن هذا الغسل واجب كغسل الجنابة ولا من مسنونات ومندوبات الحاج؟ إذا لم تغتسل وأهلت صح إهلالها ولا لا؟ نحن إذا جئنا للحج نغتسل أو لا نغتسل؟ وإن اغتسلنا فماذا يكون؟ وإذا تركنا الاغتسال ماذا يكون؟ بإجماع المسلمين أن الاغتسال للإهلال ليس بفرض وليس بواجب يجبر تركه بدم، إنما هو من سنن الحج. فإذا تيسر للإنسان اغتسل، إذا لم يتيسر توضأ ليصلي، إذا لم يكن وقت صلاة أو لم يجد ماء تيمم، ولو يتيمم ليهل نيابة عن الوضوء النائب عن الغسل. ولأن هذا الاغتسال لن يرفع حدث النفاس لأنها في ليلتها نفسه ما انقطع عنها الدم لسه. أيضا يصح الإهلال من الحائض ومن النفساء ومن غير المتوضئ ومن الجنب. لو نام وأصبح جنبا واستيقظ وقال لبيك، طب قم يا أخي اغتسل أول وصلي. بنقول لا، أنا الآن أقول لبيك، يصح تلبيته ولا لا؟ يصح. هذا فقه الموضوع، الاغتسال للإهلال، تغتسل النفساء وتغتسل الحائض ويغتسل الطاهر والجنب والجميع، وهذا الغسل لا لرفع حدث إلا إذا صادف حدث وجمعت عصفورين بحجر قلت رفع الحدث والإهلال، ما في مانع، زي غسل الجمعة للجمعة ومعها غيرها، ما لا مانع في ذلك. وعلى هذا فقه هذا الباب سنية الاغتسال للإهلال، وكذلك صحة الإهلال من الحائض والنفساء، لأن أسماء بعد أن تغتسل طهرت من نفاسها ولا لازالت نفساء؟ لازالت نفساء وصح منها الإهلال. ولكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه ولعله يكون خطوة خطوة مع كل نسك من مناسك الحج إن شاء الله، النفساء هذه تغتسل ليش؟ ما دام ما رفع حدث قلتم للإهلال، فوش علاقة الإهلال بالاغتسال؟ لنعلم يا إخوان كما أشرت سابق، كل خطوة تخطوها في الحج لها علم وراية حكمة تعلنها، يجب أن تتدبر لماذا فعلت ذلك،
إن أدركت فاحمد الله، وإن لم تدرك فاشكر الله أيضا لأنك امتثلت أوامر الله. نعلم يا إخوان كلنا كل إنسان بلباسه يميزه عن الآخر، ولو خرجت إلى السوق ورأيت إنسانا من بعيد لعرفته من أي الأقطار دون أن تسأله بمجرد لباسه. تلك الملابس هي الشكليات والظواهر التي تميز الأجناس والأقطار، ولكن الحج يذيب تلك الأجناس ويوحد بينها. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. يأتي بحديث ابن عمر وليس عنده شيء مما عند أسماء بأنه كان، وكان تدل على الدوام والاستمرار، يغتسل متى؟ لإهلاله قبل أن يحرم. إذن ليس خاصا بأسماء، ليس خاصا بالنفساء، لكل من أراد الإهلال. وإيش؟ ولدخوله مكة وعشية عرفة أو لوقوفه بعرفة، ثلاثة مواطن كان يغتسل فيها ابن عمر. طب وليش اقتصر على ابن عمر؟ ما هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مالك في المدونة اغتسال رسول الله بالمدينة، لكن الخبر فيه ليس على شرطه، وموجود في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولما لم يكن على شرط مالك في تدقيقه في السند اكتفى بالإشارة إليه وجاء بعمل ابن عمر، لأن في الصحيحين عند البخاري وعند غيره أن ابن عمر كان يغتسل ويقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وابن عمر من أشد الناس تأثيا وتتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خاص، ويقول ما نأسفت على شيء فاتني من عمل رسول الله في حجه إلا أنني لم أستطع أن أطوف بالبيت راكبا. يقول هذا اللي فاتتني، أما كل شيء يكون فعله. حتى ذكروا عن ابن عمر في نزوله من عرفات إلى المزدلفة، جاء في الحديث في حديث جابر الذي يرويه مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات من طريق المأزمين وفي الطريق نزل فبال. ابن عمر لما يجي هناك ينزل ويبول، قد لا يكون له حاجة في البول، لكن يقول لا الرسول نزل هنا أنا أنزل هنا، مع أن جميع الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لأن هذا أمر جبلي، إذا دعت الحاجة فبها وإلا فلا. إذن ابن عمر إذا فعل شيئا في الحج يكون ذلك غاية في التقصي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر يحرم لإهلاله قبل أن يهل، اجتهادا من عنده ولا تأسيا برسول الله؟ تأسيا. ابن عمر يغتسل لدخوله مكة ليس اجتهادا ولكن تأسيا، وجاء في الصحيحين، وكذلك عشية عرفة على ما سيأتي في بيانه إن شاء الله. أما هنا فيتفقون على أن الغسل للإهلال كما ينص مالك في المدونة. متى يكون هذا الغسل؟ أنتم تعلمون الغسل للجمعة، متى يجزئ للإنسان أن يغتسل للجمعة؟ يغتسل ويروح على طول، ولا يغتسل في الضحى، ولا يغتسل للصبح للفجر ويجزئه؟ يرجع هذا كما يقول بعض العلماء، هل الغسل لليوم أو للصلاة؟ فالذين يقولون لليوم يقولون يغتسل من الفجر إلى غروب الشمس، المرأة والرجل سواء، لأنه حق اليوم، من باب النظافة العامة. لا ينبغي أن تترك نفسك أكثر من أسبوع لم تغتسل، شوف إلى أي حد مضى. والذي يقول الغسل للجمعة يقول لا، يغتسل ويذهب إلى الجمعة. والجمهور يتفقون إن اغتسل من بعد الفجر إلى قبل الزوال فهذا يجزئه، بخلاف المالكي لا، يغتسل ويذهب على طول. كذلك هنا بعضهم يقول يغتسل فيهل، وإذا كان في المدينة إن اغتسل في المدينة وذهب إلى ذي الحليفة من فوره أجزأه ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم. إذن متى يغتسل ابن عمر؟
إما يغتسل في المدينة ويذهب لفوره إلى ذي الحليفة فيهل هناك فيجزئه، وإما أن يغتسل في ذي الحليفة بنفسها ويهل هناك فيجزئه. أما اغتساله لدخول مكة، هل الغسل لمكة أو الغسل للطواف؟ فبعض العلماء يرى بأن الغسل إكراما لمكة، ويرى على كل داخل لمكة أن يغتسل ولو لم يكن محرما، والجمهور على أن الاغتسال في دخول مكة لا لأجل مكة بذاتها ولكن للطواف، بدليل أن أسماء لما جاءت إلى مكة ما اغتسلت، ولا يلزم الحائض ولا النفساء أن تغتسل لدخول مكة لأنها لن تأتي المسجد الحرام ولن تطوف. وغيرها يغتسل عند دخول مكة تهيئا للطواف، حتى إذا دخل مكة يبادر بالطواف ولا يشتغل بالغسل، لأن تحية مكة الطواف حالا. ومن هنا جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى، وهي موضع الآن بستان الزاهر في أوائل مكة، أصبحت الآن وسط البيوت، فكان يبيت هناك ثم يدخل من الصباح ويأتي إلى المسجد، أو بات وجاء ودخل ضحا وقد اغتسل في مبيته وبدأ بالطواف حالا. إذن ابن عمر كان يغتسل لدخوله مكة، من أجل مكة ولا من أجل الطواف؟ ها؟ ما تخلوها للاثنين، ها؟ لمكة وللطواف، ولكن المشروعية ليش؟ للطواف. هذا الاغتسال واجب ولا سنة؟ يتفقون على أنه سنة. إذن من تمكن منه فبها ونعمت، ومن لم يتمكن يأتي إلى مسكنه ويعد متاعه ويطمئن على مبيته وعلى عفشه ثم يتوضأ أو يغتسل في المكان الذي سيسكن فيه، فإن اغتسل فهو أفضل. وإذا كان وقت الزحمة زي وقت الموسم وتعذر عليه الاغتسال، توضأ ويجزئه ذلك ويذهب إلى ليش؟ إلى الطواف. عشية عرفة كذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفة، وهذه الأغسال الثلاثة المسنونة في الحج، والله تعالى أعلم. غسل المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرم لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ساق الحديث الأول، وهي هذه المناظرة العلمية المنهجية لطالب العلم وللعامة والخاص. هذا ابن عباس حبر الأمة، يختلف معه المسور بن مخرم في غسل المحرم رأسه، فابن عباس قال المحرم يغسل رأسه، المسور قال لا يغسل المحرم رأسه. وهنا وقفة من آداب الحج، قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهل محادثة ابن عباس والمسور من الجدال أو من المفاهمة؟ ها؟ ف
فرق بين الجدال والمفاهمة ايش؟ الشدة والرخاء. الجدال كل منهما يجدل حبله يشده، الحبل المجدول مرخي ولا مشدود؟ مشدود جدا. الشعر يكون مرخي فإذا جدل سرك العصا، وكذلك الحبل. السحيل ما كان غزله هينا هشا، والمبرم ما كان غزله مبروم وقوي، ما في فضلات ولا هشة زي السفنجة لا. فالجدال هو المشادة التي غالبا ما تأتي بإيش؟ بحظ النفس. كل يريد أن يكون هو المنتصر، فإذا كان كذلك دخل حظ النفس، إذا انتقل عن البحث عن الحقيقة إلى طلب الانتصار على الخصم، قد يؤدي ولو بالمغالطة ولا جدالة. فالجدال سيؤدي إلى النزاع والخصومة والقطيعة، والحديث جاءوا ليشهدوا منافع لهم، هل من المنافع الخصومة؟ لا. أما الفتية، الصحابة كانوا يسألون الرسول ولا لا؟ أمي ماتت أحج عنها، أبو مات يجزئه كذا، نعم نعم نعم. إذن البحث العلمي مع طلبة العلم ليس من الجدال. وأشرت لكم سابقا، حضرت مجلسا أقول فيه العبارة التي يقولها السلف مع بعد الفارق، لو أن لي به حمر النعم ما كانت تغني عن هذا المجلس، بين الشيخ الأمين وإذن رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، أكبر شخصيتين كانتا في ذلك الوقت في بحث الإهلال مفردا أو قارنا أو متمتعا، بحث الأنساك الثلاثة ساعة من الزمن. هل هذا كان جدال ولا كان بحثا علميا؟ بحثا علميا. فهذا ابن عباس يقول يغسل المس، يقول لا يغسل. إذن ما المرجع في ذلك؟ هذا المنهج العملي لطلبة العلم. هل ابن عباس وهو حبر الأمة فرض رأيه على المسور؟ لا. وهل المسور سلم لابن عباس بدون شيء؟ لا. إذن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. رجعوا إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله وإيش؟ الرسول. إلى الله، إلى كتاب الله، وكتاب الله ما فيه تفسير المحرم، لكن سنة رسول الله فيها. فابن عباس أنصف المسور معه، ما استعملش حق العمومة لرسول الله، ابن عم رسول الله، قال يا أخي أقول لك اسمع مني يلزم كذا، لا. الحق له معيار، والحق فوق الجميع. ابن عباس بنفسه كان يطلب العلم، ويرى الرجل عنده حديث من حديث رسول الله، فيراه يخرج من المسجد بعد صلاة الظهر يقول فاتبعته واستحييت أن أستوقفه أنتظر التفاتة منه يراني فأكلمه، فلم يلتفت. قلت إذا دخل بيته سأراد الدخول إلى بيته سيلتفت، فدخل بيته ولم يلتفت، فجلست عند باب بيته تسفو علي الرياح التراب، حتى خرج لصلاة العصر فوجدني ملتحفا بردائي على باب بيته، فقال من؟ ابن عباس ابن عم رسول الله. قلت جئت لحديث أسمعه منك. قال هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قلت لا، العلم يؤتى إليه. هذا ابن عباس في طلبه العلم، وهذا ابن عباس في تعليمه للناس. طيب يا المسور، تنزعت أنا وأنت، أنا وأنت من صغار الصحابة، أبو أيوب الأنصاري من تعرف مكانته وصحبته لرسول الله، مضيف رسول الله في الهجرة، تعال يا عبد الله بن حنين. حنين كان مولى للعباس، أهداه إليه رسول الله فصار مولى للعباس، وعبد الله بن حنين من مواليه. اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فسأله القضية المختلف فيها إيش؟ يغسل لا يغسل؟ سأله هل كان يغسل، أو سأله كيف كان يغسل؟ الاختلاف في أصل غسل الرأس، ولكن ابن عباس يرسل ويسأل عن كيفية غسل الرأس، والكيفية لا تكون إلا بعد إثبات الماهية،
تقول كيف تطير الطائرة؟ لا يمكن إلا بعد أن عرفت ما هي الطائرة، لها محركات ولها طاقة ولها كذا، كيف تطير الطائرة؟ إذن أنت عارف الطائرة، لكن اللي ما هو يقول ما هي الطائرة، الذي لا يعرفها يقول ما هي الطائرة، لكن اللي يعرفها ولا يعرف كيف تتحرك وعملية الدفع المعاكس ولا كذا إلى آخر يقول كيف تطير. إذن ابن عباس عالم بحكم الغسل ويحتاج إلى بيان الكيفية. أو ناحية أخرى، النزاع كان في الكيفية، والمسور يعلم حكم الغسل، لأن النزاع في الكيفية أولى من النزاع في الأصل، لأن المسور لا يجهل أن المحتلم يغسل رأسه، ولكن كيف يغسلها؟ يصب الماء كده هو ساكت ولا يحرك الشعر حتى ينزل الماء؟ فبعض العلماء قال ابن عباس أرسل ليسأل عن كيفية غسل الرأس، أو أرسل ليسأل هل المحرم يغسل رأسه، وابن حنين فهم القضية وكان فقيها فسأل عن الكيفية لأنه حاضر النزاع. يهمنا في ذلك أنهما احتكما إلى رجل من كبار الصحابة أعلم بالقضية منهما، وإن كان ابن عباس عنده علم بذلك لم يفرضه على خصمه، لم يفرضه على نظيره، فذهب المرسول. فبالصدفة، شوفوا كيف الصدف، أي هم مختصمين في غسل المحرم رأسه، وأرسلوا يسألوا أبو أيوب، فإذا أبو أيوب يغتسل يبقى القضية انتهت ولا لا؟ عمر لما جاء له رجل يشتكي زوجته، فلما وصل عند الباب سمع الصياح في جوه، وش اللي فيه؟ زوجة عمر بتتخاصم معها. جاء راجع وجد الجواب ولا لا؟ لما حوام تعال جيت ورجعت ليش؟ قال وجد اشتكي من زوجتي، لكن زوجتك معاك الحل واحد. قال لا تعالى، لماذا لا اصبر عليها وهي حاضنة ولدي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي وحافظة مالي؟ تعامل المرأة على هذا جماعة ولا لا؟ ها؟ لها عندكم هذه كلها ولا لا؟ حاضنة ولدك وطاهية طعامك وغاسلة ثيابك وتحفظ مالك في غيابك، تبقى تستحملها ولا لا؟ ها؟ ولا حد يقول آه أبدا. هذا أمر طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. أقول كان من الممكن أن يكتفي عبد الله بن حنين بما رأى ويرجع خلاص، وجدت أبو أيوب نفسه يغتسل، ولكن لا، سأله بغير مقتضى صورة النزاع. أولا بدأ قال السلام عليكم، قال وجده يغتسل بين قرنين. القرنان بالنسبة للبئر كما تعرفون البف، وهو موضع ما يصب فيه ليش الدلو، الغرب الذي ليش من الثواني يملى من البير ويجي ويطلع في المحالة ويصب في ليش يسموها البف، الحوض المتسع. هذا الغرب تسحبه محالة مكرة كبيرة تحتاج إلى ما يحملها، فما يبنى على حافتي البئر من البنيان يسمى القرنان، وقد تركز خشبة بدل البنيان على حسب ما يكون. صادف أن هذا البئر الذي يغتسل عليه أبو أيوب بين القرنين، وبين القرنين عمل ستارة، ثياب أي ستارة ما بين هذا القرن وذاك، وهو مستتر من ورائها ويغتسل. إذا ما هو شايفه، فسلم علي السلام عليكم. ينبه الباجي هنا، هل تسلم الانسان يتروش تسلم عليه؟ ليس من الادب ان تسلم عليه، واذا كان في قضاء حاجته لا تسلم عليه، ولو سلم عليك احد لا ترد عليه السلام. وقد جاءت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول قائما على سباطة قوم موضع الجمائم، فسلم فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله، وذهب وجاء الى جدار فتيمم على الجدار ورد عليه السلام،
قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. وجاء الحديث في آداب قضاء الحاجة: إذا تغوط الرجلان فلا يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت على ذلك، في أوائل كتاب بلوغ المرام عند طلبة العلم. ولكن هذا الرجل عبد الله بن حنين ما سكت وانتظر حتى ينتهي أبو أيوب، لأن هذا فرصة حتى يشوف عمليا وهو يغتسل بالفعل، سلم من وراء حجاب فلا مانع. وهذه السنة لا مأس بها. قالوا عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها في عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقام يغتسل فسلمت وهو يغتسل وقالت إن فلانا يريد أن يقتل فلانا وقد أجرته عجلانا. قال لا يا أم، قد أجرنا من أجرتي. فإذا كانت الحاجة والاغتسال ليس مثل قضاء الحاجة. فسلم فقال أبو أيوب من هذا؟ لما هو شايفه قال أنا فلان، أرسلني عبد الله بن عباس أسأله. اختلف هو والمسور بن مخرمة في هل يغسل المحرم رأسه أم لا، هل ثم سأله وقال كيف، أرسلني ابن عباس أسألك كيف يغسل المحرم رأسه. السؤال عن الكيفية يسبقه معرفة الماهية، والنزاع مع ابن عباس والمسور كان يغسل ولا يغسل أو كيف يغسل، كان يغسل ولا يغسل. لكن لما جاء عبد الله يقول بعض العلماء كان فقيها وعرف الحكم وأن الغسل جائز لأن أبا أيوب يغسل، إذن بقي عليه الكيفية، فأخذ جواب النزاع مما رأى وأراد يفيدهم فائدة زائدة وهو إفادتهم بالكيفية، أو أنه علم من نزاعهم لا في مجرد الغسل فقط، لأنه لا يخفى على المسور الذي يقول لا يغسل أن المحرم إذا احتلم وصار جنبا أنه يغتسل ويغسل رأسه. إذا مجرد الغسل ليس خافيا على المسور، ولكن خفي عليه كيف يغسل مخافة أن يحرك شعره فيتساقط الشعر. يهمنا في النتيجة، عبد الله ابن حنين سأل أبا أيوب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. هنا فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطيه الجواب عمليا، الجواب ما ترى، فأخذ وضع يده على الثوب وطأطأه، الثوب كان مرتفع مغطيه، أحوض يده على الثوب حتى نزل حتى ظهرت رأس أبي أيوب، وقال لغلام عنده اصبب شوف يا ابن حنين. فصب الغلام وأقبل أبو أيوب بيديه من أقبل أي من مقدمة رأسه هكذا وأدبر بهما إلى آخرها وردهما إلى مكانهما. يبقى عبد الله ابن أبي حنين رأى الكيفية ولا ما رأهاش؟ هذا أبلغ عنده ولا كان يقول كان يحرك يديه على رأسه مقبلا مدبرا؟ أيهما أبلغ في التعليم؟ ها؟ العملي. وهي سنة الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة الصلاة صعد المنبر واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ورفع من الركوع وهو على الدرجة الثالثة من المنبر، ثم نزل القهقرة بظهره، ما استدبرش عن القبلة، نزل بظهره رياضة ما تعرف تسووها انت، حتى نزل الى الارض في اصل المنبر فسجد السجدتين، ثم صعد المنبر مرة اخرى وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم رجع ونزل وسجد وتشهد، ثم صعد المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. اللي شافوا هذه العملية يحتاجون إلى تعليم الصلاة بعد هذا؟ لا يحتاجون. كذلك الوضوء علمهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه
جاء إلى قوم قال ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطي بطست وبماء وأخذ وتوضأ كيف مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالإسلام منهجه في التعليم المنهج العملي ليس المنهج النظري، وكذلك في الحج ألم يقل لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ ما قالش يا أركان الحج كم زين، بس أنا واحد من الإخوان الأمس، ما قالش واجبات الحج كذا سننه كذا، لكن لا قال خذوا عني مناسككم شوفوا ماذا سأفعل وافعلوا مثل. كذلك الأعراب الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة متى أوقات الصلوات يا رسول الله، سكت عنه ما جاوبوش، ثم صلى الأوقات الخمسة في أوائل أوقاته، ومن الغد صلاها في أواخر أوقاتها إلا المغرب صلاها مثل أمس، ثم قال أين السائل عن المواقيت؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال صليت معنا اليوم الأمس؟ قال نعم. قال ما بين هذين وقت. ينساها الأعرابي بعد هذا؟ ما عاد نسيه. وهكذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ظهرت رأسه وقال الغلام اصبر، فصب الماء وأقبل بيديه وأدبر، وقال أكد ذلك بالقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بعد هذا رجع المرسول إليهما وأخبرهما بما رأى وسمع. ايش بقي للمسور؟ ها؟ بقي شيء؟ قام وقال لابن عباس والله لا أماريك بعدها أبدا، خلاص انتهي. إذا ابن عباس كان عنده علم بالقضية أولا، وأرسل لأبي أيوب لأنه يعلم عند أبي أيوب علم أو مجرد صدفة. يرجح كثير من العلماء أن ابن عباس كان عنده في ذلك علم ويعلم أن أبا أيوب يعلم ذلك، وأراد أن ينقل العلم عن أبي أيوب عمليا. إذا قضيتنا المحرم يغسل رأسه ولا لا؟ ها؟ طيب المحرم يغتسل ولا لا؟ لا تعجلوا لسه ما جانا، ولا تاخذوا الجواب من أبي أيوب. من أبي أيوب وجد أبا أيوب يغتسل بين القرنين. إذا المحرم يغتسل ويغسل رأسه. نبهنا على هذه ليش؟ عشان لنا وقفة مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. إلى هنا ثبت عندنا من إيش؟ ابن عباس وأبو أيوب، ووافقهم على ذلك المسور بأن المحرم يغتسل ويغسل رأسه. نعم. لما يغتسل يجيب له صابون لوكس ويجيب له كولونيا ويجيب له عطر ويجيب له كذا، ولا يغتسل بالماء حاف؟ بالماء بدون طيب بدون عطر بدون ما يدل على الرفاهية والنزهة؟ لا، للحاجة، للحر، للجنابة، لتخفيف مثلا مطأة الايش العرق ولا شيء من هذا ما في مانع، لكن صابون وتليف وكذا وكذا. جاء عن احمد رحمه الله وعن مالك في المدونة يكره للمحرم دخول الحمام، الحمام اللي هو مية ثائرة وتدليك وكلام ايش زايد من هذا، لكن مجرد ما سيأتي بيان عمر رضي الله تعالى عنه. ايضا اذا اغتسل او غسل رأسه، ابو ايوب جاب المشط وتمشط ولا جاب المدراهة وايش مدرى شعره؟ لا، اقبل وادبر. ولنعلم يا اخوان ان السنة في الاحرام قبل ان تهل ان كان هناك شعر غزير يلبده. ومعنى يلبده؟ انتوا عارفين ايش اللبدة؟ الصوف يجي على بعض ويجيه الصابون ويجي كذا ويضغط حتى يصير كأنه ثياب بدون نسيج، ولا ما تعرفون اللبدة؟ احيانا تيجي حشو في بعض المقاعد في بعض الارائك مثل السفنجة، لكن ما هي السفنجة طبيعي هذا. فمعنى يلبد شعر بعد ما يكون مشعر؟ لا، يضغطه ويصير كأنه مضفور بدون ضفير. كيف يلبده؟
جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة أنها كانت تلبده بالمسك، وجاء أنه كان يلبده بالعسل. ومهما يكن من شيء، أيما شيء لبت به شعرك قبل أن تهل فلا مانع. لكن مالك يقول لا يلبده بشيء فيه طيب، لأن بعد الإحرام يحضر عليه الطيب، فالطيب موجود من أول. ولذا يكره الجميع أن يوجد الطيب في الثوب، لأن الثوب ترخيه عنك ثم ترجع تلبسه كأنك أخذت طيب من جديد، لكن اللي في الشعر جالس محله ما راحش عنه، لم تستجده أو لم تستأنف طيبا في البدن بعد الإحرام، موجود من أول. وعلى هذا حينما يكون الشعر ملبد وتمر بيدك عليه مقبلا ومدبرا، يسقط منه شيء؟ ما سقط منه شيء. لو قدر وسقط شيء، هل انت عمدت الى حلق رأسك او الى نتف شعرك؟ لا، بلاش نغتسل، قاعد ثم ها اي شيء، احس بشيء في جانب رأس واراد ان يحك رأس، قل لا انت محرم تحكاس، حكى انسان. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو ربطت يداي لحككت برجلي، لان الممنوع منك ان تتعمد ازالة الشعر. واذا مثلا بكفك هكذا وضغطت على رأسك سكنت ما يشغلك، وهكذا لا تتعمد باظافيرك ان تحط رأسك فتساقط الشعر معك. اذا يغسل جسمه ايضا برفق، لانه ممنوع من ازالة الشعر على الجسم ايضا، وكذلك اللحية وكذلك الرأس وكل ذلك برفق. نعم. وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منيا وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي، فقال يعلى اتريد ان تجعلها بي؟ ان امرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب اصبب، فلم يزيده الماء الا شعثا. يأتي بقضية عمر، يغتسل عمر ويقول لرجل يعلى بن أمية ابن منيا اصبب على رأس. فابن منيا يتوقف، اصبب على رأسك المية وتبغى تغسل رأسك، كأنه يتخوف من غسل الرأس ويخشى ان يكون في ذلك نوع من الرفاهية ونوع من الترفه لي وهو في الحاجة. فقال لعمر اتريد ان تجعلها، ان تجعل مسؤوليتها في انا؟ رأسك كنت حر فيه، اما تجعل مسؤوليتها علي انا؟ لا، لكن انت امير المؤمنين، ان امرتني صبرت. يعني اصب لا من تلقاء نفسي واساعدك واشترك معك في امر ما، ولكن امتثالا لما لك علي من امر وانت امير المؤمنين، ان امرتني صبر. هنا كشف له عمر رضي الله تعالى عن مخاوفه وازالها عنه. انت خايف ليه؟ هو لا بترفه ولا بتزين ولا بتطيب ولا بتجمل؟ لا ابدا، ما عليه، لن يزيده الماء الا شعثا. ليه؟ ماني متمشط ولاني متدهن ولاني متطيب، من طول السفر الغبار مليان، فاذا جاء الماء مع الغبار صار الماء الغبار مع الماء في الشعر صار زي ايش؟ كانه مسله. اذا لن يزيده الا شعثا، لا يضره ذلك. اي كأن غسل الرأس للمحرم ليس من باب الرفاهية وليس من باب الزينة ولا من باب الترف، ولكنه تدعو إليه الحاجة. لو قلنا هذا يا إخوان في الزمن السابق، يسافرون من المدينة إلى مكة 9 أيام ويمكثون هناك كمان 5 أو 6 أيام أو 7 أيام، خرجوا من هنا يوم 25 ذي القعدة، ونعرف بأن إيه؟ التحلل يوم 12، يوم 10 ذي الحجة، يبقى 10 و5 كم؟
15، هذا أسرع من يتحلل إذا راح من هنا بالحج. لكن الواحد منا الآن قد يذهب أقل من ذلك، ولكن ظروف السفر يمكن يأتي آفاقي، يمكن يقدم إلى مكة يوم 20 حتى في ذي القعدة، يمكن في أول ذي القعدة، ظروف الناس تختلف. لا نقول سابقا كانوا على الإبل وكانوا في غبرة وكانوا في كذا، ونحن الآن في طائرة وفي سيارة، ما في غبار ما في كذا، الطريق واحد. إذا كان غسل المحرم رأس لحاجة تدعو إليها فلا مانع في ذلك، ولا سيما نحن الآن ودرجة الحرارة تصل في المناسك إلى فوق 40، تصل إلى 44 و45، هل نقول للحاج لا تمس الماء وهو روحه وحياته في الماء قد يصاب بضربة شمس؟ إذا دعت الحاجة لشدة الحرارة أو لكثرة العرق أو إلى آخره، لا مانع للمحرم أن يغتسل أو يغسل شعر رأسه، لكن لا للنزهة ولا للرفاهية، ولا يستعمل ما يتعمد به إزالة الشعر ولا يمس الطيب. نعم. بهذا يا أخي أبو أيوب رضي الله تعالى عنه بيغتسل وحده ولا في واحد يصب له؟ عمر اغتسل وحده ولا واحد يصب له الماء؟ إذا لا مانع أن يعاون الإنسان إنسانا آخر في الغسل. وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. هنا يبين لنا كيفية اغتساله لدخول مكة. كان إلى حج ودنا من مكة، ينزل بذي طوى فيبيت، فإذا أصبح اغتسل وصلى الصبح، أي بات بيتوتة كاملة. فإذا ما أصبح وصلى الصبح اغتسل ويدخل مكة مغتسلا. ونبهنا بأن العلماء يقولون هل الاغتسال لمكة من حيث هي مكة تعظيما لها واحتراما لدخولها، أو للوازم دخول مكة وهو الطواف؟ والجمهور على أن هذا الاغتسال من أجل الطواف، لأن الحائض والنفساء ما أمرتا بالاغتسال. الرسول ما أمر أسماء أن تغتسل عند دخول مكة، بينما أمرها أن تغتسل فين؟ لإهلالها. ولذا قالوا يغتسل الداخل إلى مكة ليكون متهيئا للطواف، فلا يشتغل بعد دخوله بطلب الماء والمكان للاغتسال، قد يجد وقد لا يجد، فيضيع وقتا قبل أن يطوف. وتحية مكة الطواف، المبادرة للطواف. إذن الاغتسال عند دخول مكة تهيئة له ليأتي إلى الطواف وهو على استعداد لطوافه. وعند الجمهور أن هذا الغسل من مسنونات الإحرام وليس من واجبات الحج، فإذا لم يتيسر للإنسان لا شيء عليه. فإذا لم يتمكن من الاغتسال ووجد الوضوء توضأ، إذا لم يستطع أن يقف الآن بذي طوى، الظاهر الآن ما هو محل وقوف لأحد، فيحمد الإنسان إلى مكة وينزل حيث منزله في أوتيل ولا في بيت ولا في أي كان، أو سيخرج إلى عزيزية في الخيامة حسب ما يكون الأمر. وإذا استقر في سكنه اغتسل أو توضأ وجاء إلى البيت وطار. هناك صورة يذكرها مالك أو تذكر عن مالك في المدونة، وهو إذا قدم الإنسان إلى مكة مراهقا، بمعنى جاء متأخرا ليلة عشية عرفة وصل مكة، تعطلت سيارته، أخطأوا في تقدير يوم الوقفة متى يكون، فإذا لما وصل مكة كان يظن أنها ليلة 8 والناس يذهبون لمنى، فإذا بها ليلة 9 والناس رايحين لعرفة، ماذا يفعل؟ هذا عند مالك
ليس عليه طواف لا قدوم ولا عليه ارتسال، يذهب حالا الى ايش؟ الى عرفة. اذا كان مجيئه يوم 9 والناس نازلين من بالليل، نازلين من عرفة الى ايش؟ الى مزدلفة. في هذه الحالة ليس عنده وقت يطوف قدوم، وليس عنده وقت يبحث عن ماء ليغتسل، بل يذهب الى عرفات رأسا. فاذا ادرك من عرفات قبل طلوع الفجر 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، تأكد يقينا انه وصل 4 عرفات قبل مطلع الفجر ادرك الحج. فمثل هذا ما عنده وقت ايه يغتسل فيه، لا بذي سوى ولا بذي فرد. وعلى هذا الاغتسال لمن عنده متسع وامكانيات من حيث الزمان في ساعة والمكان في تيسير، فاذا لم يتيسر له اتى الى مسكنه كما اثرنا، وامن نفسه في سكناه، ثم طلب الماء للغسل فان لم يجد فالوضوء، ثم يذهب الى ايه؟ الى البيت ليطوف. نعم. قال ايش؟ وامر من معه ان يغتسل. هكذا صحبة العلماء والفضلاء والاخيار، صحبة ابن عمر لمن معه علمهم ولا لا؟ وامر من معه. لو كانوا صحبوا شخصا اخر لا يعلم احكام المناسك، هل يعرفون الاغتسال في دخول مكة؟ ولذا من آداب السفر كما يذكره النووي، على الإنسان الذي يريد الحج أن يتخير الصحبة من العلماء والصلحاء. العلماء يعلمونه ما جهل، وكذلك الصلحاء يذكرونه ما نسي، ويكون في رفقة خيرة، وهذا خير له وخير رفيق. وكما تقول العامة، الرفيق قبل ايه؟ قبل الطريق. ويقولون في نقطة لطيفة جدا في بلاغة القرآن، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه العندية اي المكانية عند مليك، يعني كما يقول حسن الجوار قبل حسن الدار. ايهما افضل انعاما، كونهم في الجنة ولا في عند مليك مقتدر؟ في جنات ونهر اعظم انعام ولا عند مليك مقتدر اكثر؟ عند مليك مقتدر اكثر. اذا حسن الجوار قبل الدار. فكذلك الحاج المسافر، مسافر في رحلة، في بعثة، في اي شيء، في غزوة، في اي امر خرجت في سفر، يجب ان تتخير الرفيق الذي يساعد على تلك المهمة. لو كنت مسافرا في غزوة، عندك بعض الاشخاص فارس محنك، يعرف طريق القتال ويعرف كيف يلاقي العدو وكيف يبارز ويعرف قواعد القتال بكاملها، خير لك ان تسافر معه ولا مع شخص مثلك لسه ما سافر ولا قاتل ولا حمل سلاح؟ ايهما اولى لك؟ ها؟ الذي يعرف، لانه اولى بك. رحلة علمية اكتشافية، تسافر مع شخص عالم خبير فني في هذا الموضوع، ولا تسافر مع انسان اخر؟ لا، علي عالم خبير بهذا. فاذا كنا اشترطنا الاسلام في الجميع، اولى لي ان اسافر مع خبير فني في هذا الموضوع، ما دام مسلما تقيا هو على اسلام، من ان اسافر مع شخص اخر من اصلح عباد الله لكن لا خبرة له في هذا الموضوع. صلاحه لنفسه، ولكن الخبرة في هذا الموضوع انا في حاجتها. وهكذا في الحج، تسافر مع شخص يعرف المناسك يذكرك بها ويعلمك اياها، اولى لك. الان اصبحوا ياخذون ليش العالم في جيبهم، كل حادث لقيه جايب عالم في جيبه، لكن عالم بريالين. شفتوه ولا ما شفتوه يا جماعة؟ الكتاب، شوف الكتاب الصغير، مثل كبير حتى، الكتاب الصغير يكتبه انسان ويروجه باخبار الله اعلم بها، وبعبارات منمقة مسجوعة في الدعاء في الادعية، بيان الفقه الموجود فيه الله اعلم.
وقديما قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه اكثر من ايه؟ من صوابه. والمناسك لا يصلح فيها الكتاب ابدا. يقولون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله عالم زمانه، لما جاء الى مكة اراد ان يطوف جعل الكعبة عن يمينه واخذ ايش؟ فجاء طفل صغير من اهل مكة قال يا شيخ ما هو كده الطواف؟ قال له كيف؟ قال الكعبة عن يسارك. كعبة عن يساري؟ ها وأطوف أن أعلمي؟ والله إني سطرته في كتبي ولدي قبل مجيئي. سطرت في كتبك نظريا غير، والتطبيق العملي هنا غير. وهكذا يا إخوان، ربما تجد أكبر كاتب، رحالة، مؤرخ، أديب، ما ترك كتابا في السيرة النبوية إلا وقرأه. إذا جاء إلى المدينة يحتاج منوري فين جبل سلا؟ فين جبل أحد؟ وقد وقع ذلك في القريب. شخص يسمى البحاثة عنوان لقبه، أراد أن يحاضر عن غزوة أحد، أراد أن يرسم جبل الرماة، فما استطاع أن يميز على السبورة بين جبل الرماة من جبل سلا. حتى قام طالب من طلاب من اهل المدينة وبين له الواقع والفرق الشاسع بينهما. قال لك الحق انا لم ارى هذا. اذا يا اخوان، صحبة العلماء في الاثار وخاصة في المناسك لها اثر كبير. فها هو عبد الله بن عمر ينزل بدخول عند اول دخوله مكة، ثم يبيت بها ويغتسل ويأمر من معه. هذا امر ارشاد وامر توجيه وتعليم، ليس الزام، لان ابن عمر لا يملك ان يلزم الناس، انما اخبرهم بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. ثم يأتي ويقول اعلم ابن عمر كان يغتسل دون ان يغسل رأسه، ولا يغسل رأسه إلا إذا احتلم، لأن الاحتلام حدث، والحدث يحتاج إلى غسل كامل. وكما يقول علي رضي الله تعالى عن تحت كل شعرة جنابة، إذا لابد من غسل الرأس. فإذا كان الغسل استنانا أو كان الغسل تبردا، ابن عمر كان يتحرز من غسل رأسه من اجل ما فيها من هوام، يخشى ان يقتل قملة، يخشى ان يصطف شعرا. ولكن اذا ابن عمر امتنع، وقد وجدنا ابا ايوب يفعل، وابن عباس يقول ذلك، وابو ايوب يسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك ابن عمر غسل رأسه في غير الجنابة يكون ذلك تورعا منه وليس استنانة. السنة جواز الغسل ولا منعها؟ جواز غسل الرأس. ابن عمر كان يتحفظ ولا يغسل رأسه إلا في الغسل الواجب وهو للجنابة إن احتلم. هذا يبينه مالك رحمه الله. وبهذه المناسبة